الانسان اللي قدم لكم طعام ما تجبروش باش تكافوه، ادعوا لربي. هذا الانسان راه عهدنا اليوم، واليوم سيدنا رمضان، الا قلنا ندعو لهم ربي ثاني. هاد المسؤولين الله يقول لهم بالله، الله يسلككم من هذه المسؤوليه، الله يجعلكم للعمل الصالح يسعون واليه سابقون، الله يجعل بيتكم كل شيء ان شاء الله يفنى يفوت، الله يجعل منكم كل الامور تاعنا تسلك. هذا ما نقول لكم جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.